السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. انتخابات مجالس المحافظات أشواط إضافية للمزيد من المشاركة الجماهيرية. بعد حصدها الأرواح والأطراف، استراتيجية وطنية لعراق خال من المقذوفات الحربية. الله مشاهدي الأحبة، نتحدث اليوم في حلقتنا من حصاد الأيام عن تمديد مفوضية الانتخابات للمهلة الزمنية قبل إيصاد الأبواب لخيار تحديث سجل الناخبين. يقرأ من قبل الفنيين والمراقبين أنه شوط إضافي منح بغية رفع نسبة المشاركة الجماهيرية في استحقاق المحلية والمقرر نهاية العام، وعلى مقربة من الدقائق الأخيرة لليوم الرابع من هذه المساحة الإضافية، تشير التقارير إلى ارتفاع نسبة المحدثين لبياناتهم الشخصية، وهذا ما يمكن اعتباره مؤشر إيجابي لمشاركة أوسع. وقد يكون الأمر أيضا إلى ارتباطات بطبيعة الأداء الحكومي في هذه المدة اللي حاول جاهدا ترميم العلاقة بين الشارع والنظام السياسي. أما في ملفنا الثاني لحصادنا في هذه الليلة، فلا يزال التلوث بالألغام في العراق يشكل مصدر مهم من مصادر تهديد الحياة. فعلى امتداد العام تحصد المخلفات الحربية أرواح وتبتر أطراف، وعلى الرغم من أن المجهود الذي بذل لتفكيك هذه القنابل غير المنفجرة، لا تزال المساحة المتبقية كافية لحصد المزيد وما يزيد عن السابق، ففخاخها ممتدة على طول البلاد وعرضها وتشتد عند الحدود بالذات. وفي أحد التطورات مجابهة هاي الآفة، أطلقت وزارة البيئة استراتيجيتها الوطنية لعراق خال من الألغام والمقذوفات الحربية بالشراكة مع المنظمات الدولية. هذين ملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذه الحلقة وهذا الملف. أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ حيدر عرب الموسوي، رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية، ضيفا كريما في الأستوديو، أهلا بك أستاذ حيدر. وكذلك الأستاذ سربست مصطفى، رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق، ينضم معنا عبر سكايب من أربيل. سيد سربست، أبدأ من حضرتك، ونحن أمام الدقائق الأخيرة من اليوم الرابع للمدة الإضافية اللي منحت لتحديث سجل الناخبين، 4 أيام، كم كانت أو أضافت للسجل الانتخابي بحسب اطلاعكم وقربكم من الشأن الانتخابي سيد سربست؟ شكرا جزيلا، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم. حياكم. صراحة ليست الإحصائيات الدقيقة، لكن هذه المدة كانت ضرورية نظرا لأن القانون الانتخابي نص بأن التصويت سيكون بالبطاقة البيومترية حصرا، وبالتالي من لا يملك البطاقة البيومترية سوف لا يستطيع المشاركة في الانتخابات القادمة، خاصة بالنسبة للمواليد الجدد وهم مواليد 2004 و2005. مع هذا تبقى موضوع المشاركة في الانتخابات هو حق كفله الدستور، وبالتالي هنالك نسبة قد تكون كبيرة من العراقيين الذين لا يريدون المشاركة في الانتخابات، وبذلك لا تهم فترة تحديث السجل سواء مددت أم بقيت على حالها الأولية أو مثل ما خططت لها. طيب، جد الترحاب بحضرتك سيد حيدر عرب الموسوي، وبما يتفضل به السيد سربست بأن هنالك أرقام مضافة، مواليد مضافة 2003 و2004. هنا أمام هذه الأرقام المتناهية والمتنامية،
شنو نحتاج لزيادة الأعداد والوصول للعتبة المقبولة؟ يعني هنا نتحدث عن تدخل الشخصيات الاجتماعية المؤثرة، وسائل الإعلام، الخطط النوعية في التثقيف، بضرورة تحديث البيانات الشخصية خاصة للمشمولين لأول مرة كما تفضل السيد سربست. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي وزميل أستاذ أحمد، قناتكم، مشاهديكم، متابعيكم الكرام، ضيفك الكريم، لك كل التحية. السؤال هو فيه عدة أوجه. النقطة الأولى، لا يوجد هنالك حقيقة شيء ضاغط أو أسلوب ضاغط للضغط على المواطن العراقي بالتحديث، وإنما هي الرغبة الخالصة. هذه الرغبة الخالصة كيف نستطيع أن نصل أو نقنع المواطن العراقي بضرورة المشاركة في الانتخابات، وهذه المشاركة لا تأتي إلا من خلال البطاقة الذكية البيومترية لأن تكون شخص مؤهل بأن تكون مشاركا للانتخابات القادمة. أنا أعتقد النقطة الأولى هو الأداء الحكومي الحالي، إذ ما كان هنالك أداء حكوميا ناضجا أقنع المواطن العراقي بأن الحكومة الحالية استطاعت أن تطبق ولو بنسبة بسيطة من العهود التي أطلقتها، ومن أيضا المشاريع والشعارات التي أطلقت في تلك الفترة. هذه تعطي دلالة واضحة أو تعطي رغبة للمواطن العراقي بأن يذهب إلى التحديث من أجل المشاركة بالانتخابات المحلية وكذلك الانتخابات النيابية القادمة. هذا جانب. الجانب الآخر هو الأداء السياسي للقوى السياسية. هنالك تحديات سياسية، هل استطاعت هذه القوى السياسية أن تنجح بهذه التحديات وأن تعطي رسالة اطمئنان إلى الشارع العراقي وإلى المواطن العراقي على أن القوى السياسية استطاعت أن تنهج منهاجا جديدا، وهذا المنهاج أكيد أفرز حكومة استطاعت أن تخدم أن تقدم الخدمات وأن تذلل المشاكل التي كان يعاني من عينة المواطن. هل نجحت القوى السياسية بهكذا قضية؟ هل نجحت بتقديم مشروع حقيقي لإدارة الدولة العراقية أو مشروع سياسي لإدارة الدولة العراقية وبالتالي تستطيع أن تقنع المواطن العراقي؟ كيف نستدل من هذه النقاط؟ أنا أعتقد نستدل من هذه الأمور بالرغبة أو بتوجه المواطن العراقي للتحديث أو لإصدار حقيقة البطاقة الجديدة للأعمار والمواليد الجديدة وتحديدا مواليد 2005 و2004. وبالتالي سيدي الكريم هي تبقى أيضا قناعات في هذه القضية وأداء مرتبط بالقوى السياسية، كيف تستطيع أن تقنع المواطن العراقي للذهاب إلى التحديث. هذا جانب. الجانب في سؤالكم الآخر نقرأ من خلاله، وهذا ما أكده ضيفكم أيضا، أنه الإقبال الكبير للتحديث من قبل المواطن العراقي، هذا يعطي رسالة على أنه سوف تكون المشاركة فاعلة في الانتخابات القادمة وتحديد الانتخابات المحلية. وهذه المشاركة الفاعلة أيضا تعطي دلالة أخرى على أنه المواطن العراقي يعطي إشارة إيجابية على أداء الحكومة الحالية، وبنفس الوقت نسبة المشاركة العالية سوف ترسل الأشخاص الذين يكونون مؤهلين بأن يشغلوا مقاعد حكومية ومقاعد مهمة داخل الحكومات المحلية في جميع المحافظات العراقية. وأيضا نحن دائما نتحدث ونقول أنه الانتخابات المحلية هي الرسالة الأولى عن حجوم القوى السياسية، وبالتالي سوف تدخل هذه القوى السياسية وتدعو المواطن العراقي بضرورة المشاركة باعتبار كثافة المشاركة وحجم المقاعد التي سوف تحرزها هذه القوى السياسية، تعطي دلالتين أو تعطي نقطتين للتفاوض الآخر لانتخابات مجلس النواب العراقي. أولا حجم القوى السياسية ومدى تأثير هذه القوى السياسية بالشارع العراقي. كلما كان حجم هذه القوى السياسية من خلال المقاعد التي تحرزها داخل هذه الحكومات المحلية تعطي دلالة واضحة على أن هذه القوى لديها تأثير ولديها مشروع سياسي ومشروع إداري داخل الدولة العراقية بشكل كامل، وبالتالي سوف يكون حظوظها بالانتخابات النيابية القادمة حظوظ كبيرة. طيب. وكذلك أيضا عندما تدخل طيب بتفاوضات معينة مع القوى السياسية الأخرى تدخل بتفاوض وفق النتائج التي سوف تخرج بها خلال هذه الفترة. طيب أستاذ سربست، يعني كل هذه التحديات لما نحولها إلى فرص، نتحدث عن تحديات أخرى. يعني أكثر من 23 مليون عراقي في 15 محافظة لهم الحق في المشاركة في هذه الانتخابات المحلية المقبلة،
المسجلين بايومتريا 15 مليون من قبل مدة التحديث اللي انطلقت قبل شهر. نتحدث هنا عن الوصول لنهاية المدة المسموحة للتحديث أي يوم 12 آب، إيش قد راح تبلغ حسب وجهة نظرك؟ بتصوري ستبلغ قرابة 16 مليون وأكثر بقليل، وبالتالي سيبقى هنالك حوالي 6 ملايين من الذين لم يسجلوا أنفسهم سوى برغبة منهم أو لم تكن هنالك أمامهم فرصة بالتسجيل لأي سبب كانت. باعتقادي القانون الحالي عندما نص بأن يكون التصويت بالبطاقة البيومترية حصرا كان على يعني السند بأن لا يتم استخدام أكثر من بطاقتين، وبالتالي تكون هنالك فرصة للتشكيك بنزاهة العملية الانتخابية، لكن في الوقت نفسه سيؤدي إلى حرمان من يقرر المشاركة في الانتخابات في يوم الانتخابات، ولكنه نظرا لكونه لا يمتلك البطاقة البيومترية سينحرم من حق التصويت. هذه هي من المصالح المتقابلة التي المشرع العراقي عليه أن يأخذ بنظر الاعتبار عندما يشرح أي قانون. فبالنسبة للقانون الانتخابي هذه من القضايا التي على المشرع الانتخابي عندما قرر أن يكون الانتخاب البطاقة البيومترية حصرا كان لديه موضوع النزاهة وشفافية العملية الانتخابية هي الأولى بالاعتبار من حرمان بعض الناخبين من حق التصويت. نعم. هنا دكتور حيدر تحدث أيضا عن الجهود المبذولة حاليا من قبل حكومة الخدمة الوطنية، قصور نمطية لانتخابات مجالس المحافظات بأنها حلقات زائدة وحلقات فساد إداري، وثبت ذلك أنه في حكومات سابقة وانتخابات سابقة، ولكن اليوم المواطن بدأ يلمس هذه الخدمات ويعي أهمية مجالس المحافظات، ولربما في المحافظات أكثر من بغداد. تعرف حضرتك التفاوت في مستوى الخدمات بين أمانة بغداد ومجلس المحافظة. كل هذا الموضوع وما تقدمه الحكومة أيضا من خدمات، هل راح يساهم في رأب الصدع بين الشارع والعملية السياسية؟ أبرز ملامح الالتئام ربما تترجم في تحديث هذه البطاقة الانتخابية والمشاركة في الاستحقاق. شوف أستاذ أحمد، أولا وصلك بشكل معلومة واضحة لجميع القوى السياسية التي شاركت والتي صوتت بإيقاف عمل مجالس المحافظات أنه هذا القرار قرار خاطئ. كيف؟ نشاهد أنه عمل المحافظين بعد عام 2019 عندما أوقف عمل مجالس المحافظات ولحد هذه اللحظة، هل كان عمل المحافظين بالمستوى وكان هنالك تحديد، وكان هنالك عندما سلمت المهمة إلى الأخوة أعضاء مجلس النواب العراقي، هل كانت هنالك رقابة حقيقية؟ هل تم حقيقة تحييد ومنع الفساد؟ هل كانت هنالك أو المقارنة ما بين الفساد بظل وجود اسم أعضاء مجلس محافظة ومن عدمه، هل كانت النسبة أعلى أم أقل؟ هل كان هنالك تقييم لهذه القضية؟ أنا أعتقد جميع القوى وأيضا تلمسه المواطن العراقي باعتبار الفجوة ما بين المواطن وما بين المسؤول، وتحديدا في الحكومات المحلية أصبحت واسعة. المواطن لا يستطيع ولا يستطيع أن يشتكي ولا يستطيع أن يعترض ولا يستطيع أن يوصل صوته بشكل واقع للحكومات المحلية ناهيك عن الحكومة المركزية. من كان الوسيط ومن كان الحلقة حقيقة الاستثنائية كانت المجالس المحلية البلدية، كانت والحكومات المحلية كانت هي الحلقة الوسيط لإيصال صوت المواطن باعتبار هي قريبة ولسيقة بالمواطن العراقي، وكانت أيضا هي سلطة رقابية على المحافظين. كان المحافظ لا يستطيع حقيقة أن يأخذ هذه المساحة الواسعة بالتحكم بالمشاريع وكثير من الأمور الأخرى باعتبار كانت هنالك سلطة رقابية على المحافظ. هذا جانب. الجانب الآخر الذي لمسناه حقيقة من خلال تواصلنا مع كثير من القوى السياسية أنه عندما أعطيت هذه المساحة الكبيرة للمحافظين استطاع بعض المحافظين
أن يكونون حقيقة رموز سياسية، وبالتالي أيضا دخلوا بتنافس سياسي مع القوى السياسية الأخرى، واستطاعوا أن يكونوا قوى سياسية، يكونوا تحالفات معينة تنافس القوى السياسية الرئيسية الموجودة في البلد وفي تلك المحافظات، وبالتالي هم فسحوا مجال للمحافظين، أولا أعطوهم أو أطلقوا لهم اليد بإدارة المحافظة المعنية، من ثم أصبح هذا المحافظ واجهة سياسية مرموقة بهذه المحافظة، قوضت حقيقة وجود القوى السياسية الأخرى في هذه المحافظات، وبالتالي هذا خطأ سياسي وخطأ فني بنفس الوقت للقوى السياسية اعترفت به ضمنا في هذا الموضوع. الآن وبالعودة إلى ضرورة أن تكون هنالك حقيقة انتخابات لمجالس المحافظات، هي لهذه الضرورات، وهذا ما سمعناه بشكل مباشر من كثير من القيادات السياسية والتي تصر بشكل كبير جدا بضرورة أن تكون هذه الانتخابات ضمن الوقت المحدد. نعم سمعنا بعض الأحيان دعوات للتأجيل لأسباب معينة، لكن إصرار أغلب القوى السياسية وتحديدا القوى السياسية الكبيرة بضرورة أن تكون الانتخابات بوقتها المحدد هي للحالات التي تحدثنا عنها باعتبار الخطأ التي وقعت به هذه القوى السياسية بحل مجالس المحافظات، يجب العودة والتصحيح في هذا النمط. المواطن العراقي أيضا بدأ يستشعر هذا الخطأ الفادح باعتبار كانت هذه المجالس، نعم على الرغم أنه هنالك يؤشر عليها، نحن لا ننكر هذه القضية، يؤشر عليها أن هنالك مفاصل فساد موجودة في هذه المجالس، لكن إذ ما قرنت بالوقت الحالي أنا أعتقد هنالك فرق كبير جدا. ومن أهم هذه الفوارق هو كيفية أو قدرة المواطن العراقي بالوصول إلى الجهات ذات القرار في الحكومات المحلية من خلال حقيقة أعضاء مجالس المحافظات باعتبارهم قريبين من المواطن العراقي، وبالتالي إذ ما نجحت القوى السياسية بتقديم حقيقة برنامجا وآلية وفكرا جديدا يكون حقيقة قريب من المواطن العراقي بعيد عن قضية الفساد، أنا أعتقد المرحلة القادمة سوف تكون مرحلة مصيرية مثل ما حاليا الحكومة الحالية رفعت شعار الخدمات وهي تحاول جاهدة أن تطبق هذا الشعار على أرض الواقع، لربما نجحت بنسبة وقد تكون هذه النسبة هي ليست بالقدر نعم. الذي نتمناه طيب نحن، لكن هنالك مؤشرات إيجابية بدأ يتلمسها المواطن العراقي، وبالتالي إذا ما نجح بالخطوة القادمة بتحقيق حكومات محلية تستطيع أن تكون قريبة من المواطن العراقي وترفع شعارا لتقديم الخدمة للمواطن العراقي وتطبيق البرامج التي تشرع في داخل هذه المحافظات، أنا أقول لك سوف يكون هنالك تغييرا جذريا بالواقع السياسي بالرؤية هذه النجاحات لهذا الإنجاز الخدمية اللي تحققها الحكومة أستاذ سربست راح تنطينا زخم في الثلاثة أيام المقبلة، لما حضرتك تتحدث بما تفضلت به أنه بالإضافة إلى ذلك أنه شلون تتحقق هذه المدة الزمنية، ما تحقق منها 1.5 مليون ذكر جنابك، هل سنصل إلى 16.5 تقريبا، وفي مدة 3 أيام وسط هذه الخدمات هل من الممكن أن ترتفع هذه النسبة؟ بصراحة المفوضية لا تبذل جهود لزيادة هذه النسبة من خلال تسيير الفرق الجوالة ومن خلال مراكز التسجيل الثابتة 1079، بالإضافة إلى تعاون المؤسسات الحكومية مع المفوضية في أجل يعني زيادة هذه التسجيل هذه النسبة، لكن هنالك ظروف أخرى تعاكس ذلك وهي موضوع الحر الشديد وموضوع المشكلة في قطع الكهرباء وأيضا مشكلة المياه، هذه قد تكون أسباب أخرى مقابلة لهذه الأسباب، وبالتالي تحبط كثير من العراقيين في المشاركة بعملية التسجيل وحتى في يوم الاقتراع. لكن باعتبار المفوضية هي المؤسسة الموكلة إليها دستوريا تنفيذ وإجراء الانتخابات، هي تبذل الجهود الواسعة بهذا المجال، لكن يبقى القرار الأخير
للناخب العراقي، لأن فترة تحديث السجل أو التسجيل البايومتري هي مفتوحة منذ شهور ومستمرة، لا تنقطع إلا فترات قليلة منذ 2015، لكن بقيت نسبة كبيرة من الناخبين الذين لا يزورون مراكز التسجيل لغرض عملية التحديث وتسجيلهم والحصول على البطاقة البايومترية، على الرغم من كل المحاولات التي تقوم بها المفوضية والمساعدة والدعم الحكومي لها في خلال هذه الحكومة والحكومة السابقة أيضا. طيب يومي الجمعة والسبت تكون المراكز مفتوحة لتحديث البيانات سي سيربست؟ نعم، المفوضية منذ فترة يعني بدأ فترة تحديث السجل موظفيها في مراكز التسجيل والفرق الجوالة يداومون في حتى أيام العطل الرسمية. طيب لما نتحدث أيضا سيسر بس عن زيادة هذه المراكز من حيث العدد والفرق الجوالة، ونتحدث أيضا عن المخيمات، مخيمات النزوح والمناطق النائية أيضا، هل ستسهم في رفع وتيرة تحديث سجلات الانتخاب؟ بالنسبة للنازحين وبالنسبة للتصويت الخاص، هنالك عملية تسمى عملية الحصر، أي أن كل عملية تحديث سجل سابقة تبدأ من الصفر بالنسبة إليهم، بالنسبة لهذه الفئتين. لكن كما قلنا في الفترة الأخيرة تم تحويل عدد كبير من العقود انتخابية إلى عقود تشغيلية لدى المفوضية، وبالتالي أعطت لهم زخما كبيرا بهذا الخصوص. لذلك من موظفي مراكز التسجيل والفرق الجوالة موجودون في أغلب مخيمات النازحين وخارج هذه المخيمات، وقسم منها مخصص لتسجيل العسكريين، والقسم الآخر مخصص لتسجيل المواطنين العاديين، وعددهم المراكز الثابتة 1079، وكل مكتب محافظة تسير عدد كبير من الفرق الجوالة، بحيث هذا الجهد الكبير هو الذي أدى إلى تسجيل هذه النسبة التي أراها جيدة، ولكن في الحقيقة ليس بالمستوى المطلوب. أشكرك شكرا جزيلا أسي سربست مصطفى، رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق، حدثتنا عبر سكاب من أربيل، والأستاذ حيدر عرب الموسوي رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية ضيفا كريما في الأستوديو، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا ونتواصل لك. وإياكم بعد الفاصل نتابع. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، وأرحب بضيفي الكريم الذي ينضم معنا من بغداد عبر الأقمار الاصطناعية، الدكتور صباح الحسيني مدير عام دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة. حياكم الله دكتور. أبدأ مع حضرتك الحديث عن هذا الملف المهم من اطلاع سريع بكم تبلغ المساحة الجغرافية اللي تمتد عليها المخلفات الحربية، وكم رفع منها، وكم بقي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرصة سعيدة أن نلتقي بحضراتكم بهذا البرنامج لنوضح بعض الأمور المتعلقة ببرنامج شؤون الألغام بالعراق، البرنامج الذي يكتسب أهميته من أهدافه السامية الإنسانية والاقتصادية. والحقيقة أن المساحة المسجلة في قاعدة بيانات دائرة شؤون الألغام بلغت 6400 أكثر من 6400 كيلو متر مربع. ما تم التعامل من خلال السنوات الماضية وتطهيره يبلغ 3700 كيلومتر مربع،
وهو ما نسبته 59% من مجموع التلوث المسجل في قاعدة بيانات دائرة شؤون الألغام. وحاليا يتم العمل على أكثر من 490 كيلومتر مربع، والمتبقي هو ما نسبته 33%، وأي ما يقدر بحوالي 2100 متر 2100 كيلومتر مربع، إضافة إلى ما إحصائيات كردستان في اللي كانت ملوثة بأكثر من 1340 تقريبا كيلومتر، وتم تطهير أكثر من 1000 كيلومتر، والمتبقي منها تقريبا 340 كيلومتر في مناطق كردستان. إحصائيات مهمة جدا، وهذه لغة الأرقام، ونتحدث هنا عن الاستراتيجية الوطنية دكتور، أو قبلها خلينا نتحدث عن مخلفات حرب الثمانين، ما زرعته التنظيمات الإرهابية أيضا في كتتمة بعد اجتياح الأراضي العراقية عام 2014 وحتى عام 2017، يعني عدة صفحات مرت على العراق زادت من هذه المشكلة. صحيح، نعم. تعرف جنابك أن تاريخ العراق منذ الستينات إلى الآن هو مليء بهذه المآسي، ابتدأت بالحرب الداخلية مع المقاومة الكردية، ثم حرب الثمان سنوات مع الجارة إيران، ثم حرب الخليج الأولى 91، ثم حرب الخليج الثانية 2003، ثم تداعيات الحرب ضد الإرهاب التي انتهت في 2018، جعلت العراق واحد من أكثر المناطق الملوثة بالمخلفات الحربية وبمختلف هذه المخلفات، منها الألغام من الثمانينات، منها الأسلحة العنقودية التي استخدمت في حرب الخليج، منها العبوات الناسفة، وصل الحد إلى حتى الأجساد المفخخة التي نجدها في بعض مناطق نينوى القديمة التي طهرت من الإرهاب. فالعراق شهد كل أنواع المخلفات الحربية، وخصوصا أيضا في المناطق التي كانت حرب أرض مواجهات وأرض معارك. الجنوب يحتل المنطقة المرتبة الأولى في مساحات التلوث في أربع محافظات، البصرة وميسان وذي قار والمثنى، هي الأكثر تلوثا بالعراق، تحتل تقريبا صدارة المحافظات. نسبة هذه التلوث بالعراق أكثر من 92-93% من التلوث الكلي بالعراق، تليها محافظة واسط الشريط الحدودي خصوصا في منطقة الزرباطية الجميلة السياحية التي تركها أهلها بنتيجة هذه المخلفات اللي هي مليانة بالألغام، ومساحات قليلة في النجف وكربلاء وبغداد، مساحات أكبر من هذه المحافظات في مخلفات داعش في صلاح الدين، وما ذكرناه من إحصائيات في إقليم كردستان. فالمخلفات كثيرة، هذه الاستراتيجية التي وضعناها تستجيب لكل هذه التحديات. على الاستراتيجية إذا سمح لي دكتور، يعني في تفاصيل معينة الاستراتيجية الوطنية إن شاء الله اللي طرحتها تنفذ من خلالها الحكومة. تمام، عفوا، الاستراتيجية الوطنية لما طرحتها وزارة البيئة للتخلص من الألغام والمخلفات الحربية، أسأل حضرتك على ماذا اشتملت من محاور عمل أساسية، وهل أنها كافية بالإزالة أم أنها تتسع لمعالجة الضحايا؟ نعم، الحقيقة هي واحد من أهم الأهداف في برنامج شؤون الألغام هو الأغراض الإنسانية، وهذا هو عنوان عملنا، أعمال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية، لأنه أكثر هدف سامي في هذا الملف هو إنقاذ الأرواح والمحافظة على الأرواح وإنشاء بيئة آمنة للمجتمعات والمناطق السكنية وإبعاد الضرر عن هذه المجتمعات، وكذلك ملف الضحايا. بالملف الضحايا الحمد لله العراق متقدم جدا بهذا الملف، لديه إحصائيات كاملة بالأعداد الضحايا مسجلين بقاعدة بيانات، ادخلوا في بالتعاون مع الأخوة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في برنامج الرعاية الاجتماعية، ووفروا لبعضهم القروض الصغيرة التي تعينهم على إنشاء مشاريع صغيرة وإدماجهم في المجتمع. الرعاية الصحية بالتعاون مع الأخوة في وزارة الصحة أيضا الحمد لله على مستوى مرضي جدا، ما جعل هذا الملف الإنساني يحتل مرتبة متقدمة بالعالم، أشادت به منظمة الإعاقة الدولية وقالت أن المعيار الوطني العراقي لمساعدة الضحايا هو واحد من أفضل معايير بل
لها الاستراتيجي ايضا هي الاهداف التنمويه والاقتصاديه واعاده الحياه للمناطق الملوثه لاستغلال هذه الاراضي في مختلف المشاريع الاستثماريه والزراعيه والاقتصاديه والاسكانيه وغيرها، وهذه ايضا مهمه إضافة إلى ملف الضحايا. هذه أهداف الاستراتيجية التي تستجيب إلى التزامات العراق في الاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا المجال، وخصوصا اتفاقية الذخائر العنقودية CCM واتفاقية الألغام المضادة للأشخاص اتفاقية أوتاوا التي يلتزم العراق في إزالة هذه المخلفات نهاية 2028، ولذلك وضعت هذه الاستراتيجية بالتعاون مع مركز جنيف الدولي للشؤون الألغام للأغراض الإنسانية وبدعم من الحكومة الألمانية كجهة مانحة، وتترجم هذه الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية تفي بالتزامات العراق وتحقق أهداف الاستراتيجية. طيب شعار هذه الاستراتيجية دكتور، يعني لما كان العراق خالي من الألغام بحلول عام 2028، شنو ضمانات التخلص من هذه المقذوفات الحربية مع دخول هذه المدة المطروحة 5 سنوات عمل؟ الضمانات أخي الكريم، الاهتمام الحكومي الآن بهذا الملف. تعرف أن الحكومة أعلنت عن مشاريع كبيرة في الجنوب، منها مشروع الفاو، مشروع طريق التنمية، مشروع النبراس الذي سيبدأ به العمل خلال أعتقد 2028، العمل التنفيذي في إزالة الأغلام وتطهير المساحة 4500 كيلو المخصصة للمشروع، منها المشاريع الإسكانية في الفاو، محطات التحلية، محطات الطاقة. كل هذه المشاريع تحتم علينا أن نتحرك بسرعة لتطهير هذه المساحات لإنشاء هذه المشاريع، مما جعل من الأولويات للحكومة أن تهتم بهذا الملف. خصصت أيضا من المبالغ المخصصة من القرض البريطاني حوالي ميزانية حوالي 400 مليون دولار للأربع سنوات القادمة، إضافة إلى الموازنة التشغيلية اللي تخطط لها موازنة الألغام، لأنه هذا أيضا ملف يحتاج إلى مبالغ كبيرة. نستند ثقتنا تمتد بثقة بشركائنا الوطنيين في وزارة الدفاع والداخلية والجهات الساندة الأخرى مثل الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي والهندسة العسكرية مديرية المتفجرات والدفاع المدني، والحقيقة انضمنا أيضا قوات الحدود في كتائب الهندسة العسكرية في قوات الحدود. هذا الجهد الوطني الكبير إذا ما جهز ووفرت له الدعم اللوجستي المناسب ووفق الخطط التي وضعتها دائرة شؤون الألغام التي هي الدائرة المعنية بتنفيذ البرنامج الوطني، وأعطيت الصلاحيات الإدارية والمالية المناسبة التي وضعناها كشرط لتحقيق هذه الاستراتيجية، نعتقد أن البرنامج سيسير باتجاه صحيح وسنحقق من خلاله أولا فائدة أنه تنفيذ المشروعات البرنامج الحكومي وتنفيذ التزام العراق بالاتفاقيات الدولية، وأعتقد يمكن أن نجعل العراق واحد من النماذج الناجحة من قصص النجاح الكبيرة في هذا المجال. طيب يعني نسأل هنا دكتور، كثير من دول العالم بالتأكيد أهدى تجارب ناجحة خاصة تلك الخارجة من الحروب المدمرة، وبالأخص ألمانيا فضلا عن المنظمات الدولية المعنية بهذا الملف. إيش قد مقدار الدعم اللي راح تقدمه هذه الدول خصوصا في الجوانب التقنية؟ تعرف جنابك أنه المشكلة هي بالأساس هي مشكلة العراق، فعلى العراق أن يعد خططه بالاعتماد على نفسه بالدرجة الأولى. لا ننكر أن الكثير من المنظمات والدول المانحة وقفت بجانب العراق بهذا الملف منذ فترة، يعني برنامج شؤون الألغام للأمم المتحدة شريك أساسي إن اليونيماس بالدعم وتوفير المنح. دول مانحة كثيرة دخلت على الخط، هولندا، النرويج، السويد، دنمارك، اليابان، كثير من الدول دخلت على أخيرا أيضا المملكة العربية السعودية دخلت الآن نتفاوض على منحة مليون دولار لهذا الموضوع، وعدونا الأخوة أيضا في السفارة بحضورهم لبعض الفعاليات أنه المملكة جاهزة أيضا للدعم في مجالات أخرى في مساعدة الضحايا. الدول المانحة موجودة، لكن أنا
أقول أنه المشكلة مشكلة العراق، على العراق أن يخطط بشكل سليم. صحيح أنه لازم يعتمد على نفسه، كفاءات كثيرة موجودة في الجيش وفي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي وخبراء موجودين، نحتاج إلى دعم لوجستي ودعم مالي الحقيقة ممكن أن نقدم الإنجاز. والدعم الدولي أعتقد أنه السنة الأخيرة توجه باتجاه أوكرانيا أكثر ما توجه باتجاه أي دولة أخرى، ولذلك أيضا الدعم الدولي بدأ بالتناقص بهذا الملف. المشكلة العراقية يجب أن يحلها العراقيون، والعراقيين قادرين على هذا الموضوع. التوجه الحكومي لإنشاء المشروعات لابد أن يتضمن قضية إزالة الألغام. علمنا أن وزارة الدفاع أيضا استلمت مخاطبة من مجلس الوزراء يسأل عن الاحتياجات الأساسية لهذا البرنامج، وهذا خبر أيضا مفرح بالنسبة لنا كدائرة مشرفة على البرنامج الوطني لشؤون الألغام. هذا الاهتمام المتزايد من قبل مجلس الوزراء ومن قبل السيد رئيس الوزراء بشكل شخصي لهذا الملف يشعرنا بالتفاؤل، لأنه هذا الدعم سابقا لم يتم توفيره لدائرة شؤون الألغام وأهملت للأسف لسنوات، وأصبح الملف كان ملف ثانوي إلا للمشاريع المحدودة اللي تمر بهذه المناطق الخطرة. وإحنا للأسف الشديد يعني يبدو أنه لابد أن ننطلق انطلاقة جديدة. أعتقد أنه هذه الاستراتيجية التي وعدت بالتعاون مع جهات دولية وخبراء دوليين بالتخطيط الاستراتيجي في هذا المجال هي الطريق الأمثل لتنفيذها بالعراق، وأعتقد جازما وبتفاؤل كبير أن نحن سنحقق الإنجاز الوطني ونعلن العراق خاليا من الألغام إذا ما التزم بتفاصيل الخطط التنفيذية التي أعدتها الدائرة، والتي ستعرض على اللجنة العليا لشؤون الألغام التي رأسها دولة رئيس الوزراء للمصادقة عليها وإطلاقها كخطة تنفيذية. نعم. مدعومة من قبل الحكومة، يعني هاي راح تكون كافية دكتور، يعني اللازمة والمعدات اللازمة لإنجاز هذا الملف في الحيوي. نعم، يعني في السابق دكتور كانت هنالك جهود كبيرة لعمليات رفع الألغام والمقذوفات الحربية، إن شاء الله لكنها لم تكن بمستوى طبيعة المساحة الجغرافية إذا تسمح لي دكتور اللي تمتد عليها هذه المخلفات. نعم. وكانت أيضا الأسباب في الغالب قلة التخصيصات المالية. اليوم حضرتك تتفضل بالدعم المالي وأضيف 20 مليار دينار من الموازنة، هل هذه الإضافة هي كافية أم دون مستوى الحاجة؟ لا نقول انه لان خططنا تتضمن اكثر من هذه المبالغ، لا نقول، لكن هذه لسنه 23 الموضوع ايضا. الدعم المالي مستمر ولا بد ان يستمر اذا اريد لهذا البرنامج ان ينجح، ونعتقد ان اشراك دائره شؤون الالغام في كل المشاريع التي تنفذها الحكومه الان هي علامه على اهميه الملف لدى الحكومه. الان احنا جزء أساسي في مشروع النبراس الذي ينفذ في البصرة، جزء أساسي في طريق التنمية، جزء أساسي في مشروع الفاو، جزء أساسي في عملنا في كربلاء وشفتوا أنه منطقة المزارع الساقي التي تحولت إلى أراضي خضراء، عملنا الآن مع الحشد الشعبي في بادية السماوة للعام الماضي، لا كان إنجاز لطيف لكن لم يسلط عليه الضوء بشكل، احنا طهرنا تقريبا مليونين دونم في بواسطة الجهد الوطني، مليونين دونم في بادية السماوة وتم تحويلها إلى مزارع الحمد لله، أعلن بها مشروع المليون نخلة والمليون زيتونة وأثمرت وآتت أكلها من الحنطة الحمد لله التي نزلت إلى الأسواق. هذه علامات كلها على دالة على اهتمام الحكومة بهذا الملف وجدية أيضا الأجهزة الوطنية بالتعامل معه. نحتاج الدعم أن يستمر، نحتاج أن هذا الاهتمام أن يبقى مستمر، نحتاج هذا الملف أن لا يتراجع من هذه الأسبقية. الآن هذا الملف أولوية، نحتاج أن يبقى هذا الملف لمدة الخمس سنوات القادمة على رأس الأولويات. نعد أن وأنا سواء موجود بهذه الدائرة أو لا أن الكفاءات الموجودة بهذه الدائرة تعد، وأنا بالنيابة عنهم أنه هذه الاستراتيجية ستكون مفاجأة للجميع وتشكل قصة نجاح عالمية على مستوى العالم في مجال إزالة الألغام. بالمناسبة نمتلك من الخبرات في العراق بهذا المجال ما يمكن أن نساهم به ميدانيا في حل مشكلات كثيرة من البلدان التي تعاني منها، لكن مشكلتنا كانت في تنظيم في نظم أمورنا
وفي دعم هذا المشروع بالدعم اللوجستي والمالي المناسب وتقديمه كأولوية وطنية للمدة المطلوبة بهذه الاستراتيجية، ونعتقد أن الأهداف ستتحقق إن شاء الله. طيب، أغلب المخلفات الحربية دكتور تتركز في مناطق حدودية وذات تضاريس صعبة جدا، شلون راح يتم تجاوز هذه العقبات اللي تمثل تحدي حقيقي لجهود إزالتها؟ الحقيقة يعني هي يمكن النسبة مقلوبة. التحدي في اللي شكل التضاريس ممكن في إقليم كردستان، نعم شكل تضاريس، لكن مثل ما قلت لك الأخواننا في المؤسسة العامة لشؤون الألغام في كردستان بذلوا جهود كبيرة جدا ورائعة جدا، وتخلصوا من أكثر من 1000 كيلومتر مربع من المخلفات، وباقي 400 كيلومتر مربع، تقريبا 340 كيلومتر بالتحديد ما مسجل عندنا بقائمة الزرباطية. تقريبا شوية تضاريس قد تكون أيضا تشابه التلول والمنحدرات فيها، لكن النسبة الأعلى للتلوث هي في 4 محافظات كما ذكرت: بصرة، ذقار، ميسان والمثنى، وهذه أراضي منبسطة يمكن من اعداد اللوجستيات واعداد المكائن المناسبه. الحمد لله الان احنا متجهين باستخدام التقنيات الحديثه، الان احنا نتفاوض على تدريب كوادرنا على استخدام الدرون الحديث في عمليات المسح، وهذه الدرونات نامل ان تكون حاويه على متحسسات حديثه تستخدمها الشركات لهذه الاغراض لاكثر من نوع، يمكن أن تعيننا على تحديد الدقيق لهذه المخلفات، وهذا التحديد الدقيق ممكن أن يطلق لنا أراضي شاسعة بمدة أقل، ويحدد لنا بالضبط مكان التلوث والذي يمكن التعامل معه بشكل أدق بالحقيقة. فاستخدام التقنيات الحديثة أيضا متضمنة بالخطة الاستراتيجية. طيب. وأعتقد أن المساحات المنبسطة والمفتوحة هي أكثر من المساحات التي تشكل بها التضاريس عائق أمام إزالة الألغام، وفنيا لكل موقع ولكل مكان ولكل تضاريس موجودة طرق تقنية يعمل بها الخبراء ويعتمدون أساليب بالإزالة معرفة بالمعايير الدولية لهذا الملف. والعراق دكتور هذا تحدي التضاريس اكثر من 24 معيار دولي في هذا الملف يعمل بها حاليا كمعيار وطني. نعم، هذا تحدي التضاريس. نعم. تحدي قرب هذه المقذوفات من السكان المحليين، نتحدث عن المقذوفات الموجوده في الموصل القديمه، في صلاح الدين، كيف يمكن الوصول اليها وتفكيكها وهي على مقربه من السكان؟ الحقيقة في المناطق المحررة احنا نجد دعم دولي كبير، العديد من المنظمات عملت وتعمل في المناطق المحررة، المساحات الكبيرة اللي كانت تشكل خطر على السكان أصبحت محدودة الآن، الآن نعمل في داخل الموصل القديمة، وهذا العمل قد يكون بطيء بسبب الدمار الهائل اللي حدث بهذه المناطق، وبسبب بعض انه قد تكون هناك أفخاخ تركها الإرهابيون بهذه المنطقة. فتعمل المنظمات العاملة في هذا الميدان تحت رقابة وإشراف دائرتنا بحذر بهذا المكان. التوعية واحد من أهم البرامج اللي والمعايير اللي تعمل بها الدائرة، وصلت كوادرنا والشركات العاملة بهذا المجال إلى أكثر من 5 مليون إنسان لتوعيتهم بمخاطر الألغام. نعمل الآن مع وزارة التربية ونذهب إلى المدارس للتوعية الألغام، وعادة هذه المناطق الخطرة تؤشر وتوضع عليها علامات التحذير وتروح كوادر متخصصة للتوعية إلى المساكن القريبة من هذه المناطق الخطرة، وتقوم بشرح كل الأولويات اللازمة لحماية السكان وإبعادهم عن المناطق الخطرة. والحمد لله كانت يعني إذا لاحظتوا في حادث زرباطية الأخير أنه إحنا حتى المركز الفرات الأوسط
استخدم طائرات الدرون لإبعاد بعض السياح عن المناطق الخطرة بعد أنه لم يستجيب بعض الشباب للعلامات التحذيرية الموجودة، فقاموا باستخدام الدرون لإعادة الشباب إلى المناطق الآمنة، لكن للأسف بعضهم تجاوز الحدود وصار عندنا حادث وفقدنا أحد الشباب في هذه المناطق. هذه كلها تحت النظر، كلها مأخوذة بمجال الاختصاص، كلها وضعت لها معايير وطنية للتعامل معها، والفرق حقيقة والشركات والمنظمات العاملة بهذا المجال أبدا ليست غافلة عن هذا الموضوع، وتأخذ ملف حماية السكان كأولوية قصوى. دكتور بقى لأنه هو هذا الملف الأساسي، أما التعامل الفني مع المخلفات فهذا الملف أنا أعتقده ثانوي وفني بحت. الأمور المشتركة بين دول الجوار تستلزم عملية إزالة الألغام تنسيق عاري مع البلدان الحدودية. الأرض الملغمة في الغالب هي متداخلة وتستند وتشتد عند المساحات المحرمة. ماذا أعدت دائرتكم لهذه الجزئية ونسقت مع أي الجهات؟ تعرف حضرتك انه هو اطول اشتراك عندنا بهذا الملف هو مع الحدود العراقيه الايرانيه والمخلفات الحربيه اللي تركتها حرب الثمان سنوات. لدينا تنسيق مع الجانب الايراني بهذا، والجانب الايراني اليوم مثلا دخل على خط الشلامجه لمساعده العراقيين بتطهير خط السكك ايضا من خلال شركه مفوضه من قبل دائرتنا. لدينا تنسيق عالي مع الجانب الايراني، وفي طور اعداد مذكره تفاهم بهذا الموضوع، لانهم ايضا قدموا نتائج جيدة ووصلوا في تطهير أراضيهم إلى الحدود العراقية. احنا عندنا المشتركات خصوصا في واسط وميسان معهم وفي البصرة، يعني من وسط العراق إلى جنوبه التنسيق موجود. في جانب السماوة والحدود السعودية الأخوان السعوديين يتفاعلوا معنا بهذا الموضوع. أيضا طلبنا من بعض الدول إذا كانت توفرت لديهم خرائط عسكرية تشتمل على بعض المخلفات وهذه لم تسجل لدينا في قاعدة البيانات ممكن تزويدنا بهم، لكن بصراحة نحن الآن نعتمد تقنية التصوير الجوي لتحديث معلوماتنا، ونستخدم الدرونات أيضا لتحديث معلوماتنا، ونعيد كل تحديث المناطق الخطرة استعدادا لإزالة الألغام بتنفيذ هذه الاستراتيجية. فالأمور إن شاء الله مبشرة. الدكتور صباح الحسيني مدير عام دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، ضيفا كريما عبر الأقمار الاصطناعية، حدثتنا من بغداد. شكرا لحضرتك مرة أخرى، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.